وصلت طائرة مساعدات مصرية اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ضمن الجسر الجوي المصري لدعم الشعب اللبناني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. وتحمل طائرة المساعدات المصرية ما يقرب من 22 طنا من المواد الغذائية والصحية لدعم الشعب اللبناني. وفي هذا الصدد أشار الدكتور سامح الحنفي وزير الطيران المدني إلى حرص الوزارة على التنسيق التام والتواصل الفعال مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لنقل المساعدات الإنسانية والمستلزمات الإغاثية، مشيدا بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن عودة المصريين إلى الوطن من خلال التواصل مع السفارة المصرية في بيروت.